ومن تعدد المناهج التربوية إلى تعدد الزيجات، 55 زوجا هي حصيلة عدد زيجات الخمسينية الموريتانية سلم التي شغلت جزءا كبيرا من أحاديث المحيطين بها، ما جعلها قضية رأي عام في مجتمعها الضيق بمحيطها السكني بأحد أحياء العاصمة نواكشوط. حال سلم يختلف عن حال مئات النساء الموريتانيات اللائي يعانين من العنوسة. عائشة سيدة عبد الله حدثت السيدة وحكت لها تفاصيل القصة، نتابع. سلم من تبها سيدة موريتانية في عقدها الخامس تعيش في بيت متواضع في أحد الأحياء الشعبية معروفة بين جيرانها بالنزاهة والاستقامة، ولكن هناك شيء يميزها عن بقية نساء الحي إن لم نقل نساء البلاد. خيمت 55 مرة، تزوجت 55 مرة، كانت أولاها في سن مبكرة إذ لم تتجاوز أنذاك ربيعها 12، ولذلك لم يدم زواجها طويلا وأثمر بعد مدة قصيرة عن ابنتها البكر، لتبدأ بعد ذلك رحلة معقدة وحبلى بالأفراح والأتراح والمفاجآت. الساعة أنا مزلت مكيني شو عجيبة، مزلت مكيني دتيت ندير على راسي ولا بقى ولا نبقى كاع الجواز، ما نبقيه، ما الرجال كاع ما نعرفهم يا غالي. بعد فرصوني هلي وجوزت مع ولد عمي، طمع تقريبا الشهر وكرهت وقلت اني ما نبقى رجال ما نعرفهم. اطول فتره قضتها سلم متزوجه هي 15 عاما، واقصرها تتراوح ما بين 3 اشهر واسبوعين واقلها يومين. وترجع سلم أسباب ذلك إلى غيرتها الزائدة في كثير من الأحيان، والناتجة حسب رأيها عن عدم تحلي بعض أزواجها بالمسؤولية وتقدير الحياة الزوجية. رجعت موريتانيا ممسيا فيها اللي يوقي بيهم عدل ومعلوم، ويعرف الجواز ويعرف الجوزية ويعرف اللي يعدل فيها، ويعرف الجال مولانا ورسول فيها يعدلوا فيها. سمعتي ومسلم مولانا وخايف من ربه، وخايف خايف وخايف. وفي اللي مكسور عمر قاع على الصحمة ايش يعود مع المرأة وتعطي معاها اسبوع هريوكي واني ساعد الدنيا اللي انت والاخر اللي انت واللي عندي جايبولك، تقول لي اذا قاع راجل متعدل اني يعطي اسبوع يمشي يتريوق عنه يبيرك عنه يبيرك عنه يتريوق عنه، لا يعطي الصاي ولا يعطي شراب ولا يعطي الباس ولا يعطي شيء، وعنده منين تمشي تلود له. وين قال لك انا في الدار يشرب التاي ذاك يطوجه. 5 عقود ليست بالفترة القصيرة، وعدد الزيجات الكثير أثمر عن تجربة لا تنساها سلم، والتي ما زالت تتذكر أسماء أزواجها جميعا، ولكنها اعترفت أن من بين 55 رجلا لم تشعر بالراحة والأمان إلا مع 3 أزواج فقط، والبقية بين من تكره رؤيته ومن لا تحب الحديث عنه إطلاقا. كل منين يخليني يبقى في اخلاقي ولا انت منك ولا انا ولا يشرب بي 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 احسان اللي معدل لي احسان اللي يعدلوا لي، والله الا خارج منهم وحدين وحدين قاعدوا معايا الا ونايم للدنيا قاعد يمر ما نشوفهم قاعد، لا يدخلوا الدار قاعد تنقلق علي ينقلق الراش علي ولا انت، ونقوم نبكي نبكي دموعه ولا انت منك اللي يمرقوا عني. سلم تعيش الآن مع زوجها الحالي في سلام وأمان، وتتمنى أن تقضي معه بقية حياتها، وإن كانت لا تخشى من تكرار التجربة إذا دعت الحاجة لذلك. ولا قطعت فيها مرض ولا قطعت فيها ولا قطعت عن الطب. تؤكد سلم أنها بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل مرضية، داعية النساء الموريتانيات لا إلى الاقتداء بها، ولكن إلى القبول بأول زوج يطرق باب البيت ساعيا إلى الحلال بغض النظر عن ظروفه المادية. أكثر من 50 رجلا هي حصيلة زيجات سلم منذ 4 عقود، تاركة نسبة كبيرة من النساء الموريتانيات تعاني من داء العنوسة، فأيهما أفضل يا ترى؟